باش نجلب الانتباه ديال المشاهدين اثناء الاجتماع او بيغسوليسيون. المحاضرات كنستعمل تبي تاكتيل ديال بيغ سوليسيون. السلام عليكم. كثرت استعمال الاجهزه الذكيه ولا عندنا رد فعل ان الاجهزه كلها تاكتيل ونقدروا نتحكموا فيها بمجرد اللمس. دابا هادشي ولا ممكن مع التبي تاكتيل ديال بيغ سوليسيون. يمكن لك تحول اي فيديو بروجيكتور او تلفاز عادي تحكم فيه باللمس. بالطبع مع التبي تاكتيل يمكن لك تشغل اي برنامج بحال خدام بلا سوري او لا عندك شي تابلت فيه 3 متر ديال العرض. بحال كل المنتجات ديالنا ثمن التبي تاكتيل ارخص اضعاف المرات من ثمن اجهزه اخرى 4500 درهم مع الرسوم. والمزيد من المعلومات اتصلوا بنا وشكرا.